الأسرة السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، البداية بأبرز العناوين. طيران مجرم الحرب حفتر يشن غارات على أحياء بمدينة درنة، وشورى المدينة يقول إن قوة مجرم الحرب حفتر حاولت اقتحام المدخلين الغربي والجنوبي بعد قصف متواصل. قوة الثوار تسيطر على مناطق وسط مدينة سرت، والمستشفى الميداني يستقبل 4 شهداء و32 جريحا. استمرار خطاف الشيخ ظفر التايب من قبل مجموعة مسلحة، وتواصل إخفاء سليم قشوط وجمال زبيدة وثلاثة أشخاص آخرين بعد اختطافهم من ميدان الشهداء. أهلا بكم. قالت مصادر أعلامية تابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة الثلاثاء أن طيران مجرم الحرب حفتر شن غارات جوية على أحياء بالمدينة. المصادر ذكرت أن الطيران الحربي شن غارتين استهدفت أحداهما المشتل الزراعي بمنطقة الفتايح، فيما استهدفت الأخرى منطقة الحجاج الغربي بمدخل المدينة. وكما ذكرت أن قوة مجرم الحرب حفتر استخدمت طائرات الإسعاف للقصف بالبراميل المتفجرة. يذكر أن طيران مجرم الحرب حفتر يستهدف منذ فترة طويلة أحياء سكنية وحيوية داخل مدينة درنة. تسلمت مفوضية الكشاف بمدينة درنة الاثنين 4 جثث مجهولة الهوية من مجلس شورى مجاهدي درنة، يعتقد أنها لعناصر تابعين لمجرم الحرب حفتر سقطوا في الاشتباكات التي اندلعت بمنطقة الذر الحمر في الجمعة الماضية. المكتب الإعلامي بالمفوضية قال إنه تم دفن تلك الجثث بعد استلامها من مستشفى الهريش بالمدينة، مضيفا أن الهلال الأحمر فرع درنة اتخذ الإجراءات اللازمة وتم تسجيلها تحت بند مجهولة الهوية. يذكر أن مجلس شورى مجاهدي درنة طالب في بيان سابق الهلال الأحمر باستلام عدد من الجثث، والتي أكد المجلس أنها تتبع لقوات ما يعرف بعملية الكرامة. هذا وكان مجلس شورى مجاهدي درنة قد أكد في بيان له الاثنين أن محاولة دخول قوات مجرم الحرب حفتر للمدخلين الغربي والجنوبي لمدينة درنة قد جاء بعد حملات من قصف مستمر من قبل قوات الأخير حسب البيان. وأضاف المجلس أن الهزيمة التي لحقت بأنصار مجرم الحرب حفتر عندما أرادوا الهجوم على المدينة هي فضل من الله تفضل به على أهل المدينة لما قدموه من الشهداء. وأكد المجلس أن جرائم حفتر أسفرت عن قتل الكثير من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، مضيفا أن اجتياحهم الأخير أرادوا به تمزيق النسيج الاجتماعي للمدينة حسب نص البيان. وفي سرت، حيث قال مصدر إعلامي بمدينة سرت أن قوة الثوار بسطت سيطرتها على قصر الضيافة الواقعة وسط المدينة. المصدر أضاف أن قوة الثوار أثناء تقدمها وسيطرتها على قصر الضيافة استهدفت آليات تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة، إضافة إلى خسائر بشرية في صفوف الأخير. وأضاف المصدر أن سلاح الجو نفذ الاثنين 4 طلعات قتالية في مدينة سرت مستهدفا مواقع لتنظيم الدولة في الحي رقم 2 ومحيط الجامعة بالمدينة. يشار إلى أن قادة الثوار بمدينة سرت قد قاموا في اليومين الماضيين بوضع خطة لحسم المعركة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة سرت. قال العميد محمد الغصري في تصريحات صحفية الثلاثاء إنه بعد سيطرة قوات الثوار على قصر الضيافة أصبحت قاعة واغادوغو ومستشفى ابن سينا تحت سيطرة نيران الثوار مع بدء معركة الحسم النهائي. الغصري أضاف أن سلاح الجو الليبي قام ب5 غارات جوية استهدف خلالها تمركزات وآليات تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بشكل مباشر. هذا وكان عدد من قادة الثوار بمدينة سرت قد أعلنوا في اليومين الماضيين عن عملية لحسم المعركة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة داخل مدينة سرت. استقبل المستشفى الميداني سرت 4 شهداء و32 جريحا تفاوتت إصابتهم بين المتوسطة والخفيفة. المستشفى وعبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال إنه تم تحويل الجرحى إلى المستشفى المركزي مصراتة لتكملة علاجهم. وأضاف المستشفى أن غالب الشهداء هم من مدينة مصراتة وبعض المدن المجاورة.
هذا وكانت قوة الثوار قد سيطرت الاثنين على قصر الضيافة وحي الدولار بالكامل وتحريرها من بقايا ما يعرف بتنظيم الدولة. قال أكرم جلوان أحد الجراحين بمستشفى مسرط المركزي في تصريح خاص لقناة التناصح، قال إن الوضع داخل المستشفى في هذه الأيام مستقر جدا. جلوان أشار إلى أن مستشفى مسرط المركزي والميداني بسرت يعاني من نقص حاد في العناصر الطبية المساعدة، مما اضطرهم إلى الاستعانة بطلبة كلية الطب والتمريض. هذا وأكد جلوان أن إمكانيات المركزي بمسرط تعد ممتازة وأنه لا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية حسب تصريحه. قال مصدر مقرب من الشيخ ظفر التايب إمام وخطيب مسجد مصعب بن عمير إن الشيخ قد وقع اختطافه منذ أيام بمدينة طرابلس أثناء رجوعه إلى سكنه بمنطقة عنزارة. المصدر أشار في تصريح خاص للتناصح أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اختطفت التايب منذ أيام، مضيفا أن المجموعة الخاطفة قامت بتسليم الشيخ بعد ذلك لأحد مراكز الشرطة بمنطقة عنزارة، فيما أعيد اختطافه صباح الثلاثاء من مركز الشرطة المحتجز به على يد مجموعة أخرى حسب المصدر. يشار إلى أن مدينة طرابلس تشهد في الأونة الأخيرة حالة خطف لبعض الناشطين والإعلاميين وبعض خطباء المساجد بالمدينة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ عبد الباسط التايب شقيق المختطف ظافر التايب. بداية شيخ عبد الباسط، لو تضعنا في تفاصيل وحيثيات واقعة الاختطاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع كان الشيخ معزوم على وجمة عرشاء، استمرت حوالي منتصف الليل يعني الساعة 12 الليل، ولما كان أطلع للبيت أعطب طريقة سيارة شفرلية فترة سوداء زجاجها مظلم أو بدون كذبة نطاق أو يفهم شيء من الموضوع، استحضرين مسكوح في قفل سيارة هو وساقها واحد من المجموعة وانطلقوا به إلى مكان لما فتح عليه الكوفن وطلع من السيارة عرف أن المكان هذا هو مركز شرطة عنزارة، فكانت المفاجأة كبيرة جدا وكان مصدوم يعني ومش عارف أصلا شو الموضوع يعني بجملة تفاصيل، ولكن في نفس الليلة بلغوه أن فيه أحد جيرانه متقدم بشكوى ضده وفاتح فيه محضر. ازداد استغراب يعني كيف ان موضوع مجرد فتح محضر وشكوى يتعرض لاعتقال بهذه الطريقه. وفي غضون حوالي ممكن 8 ساعات تقريبا من اعتقاله حوالي الساعه 8 ونص كان تحويله الى نيابه سوق الجمعه بدون حسب ما ذكر بدون اي شيء من شروط الاستجواب والتحقيقات يعني. ومن محكمة المحكمة الجزئية سوق الجمعة تم توقيف الشيخ لمدة 6 أيام عدم التحقيق لعدم استيفاء الأدلة والإثباتات وغيرها. في هذه الأثناء يعني زرته حقيقة سمحوا لي بزيارة، طلعوه من وسط شيلة صغيرة جدا 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 فيها حوالي 40 نفر تقريبا، بعد ما صاب الاختناق جبت الادواء اللي هو يستعمل في دواء ضد الازمه ودواء ثاني ضد القولون، وفي الواقع كان يعني فوضيه تعبانه جدا، ولغايه هذيك اللحظه والله مش فاهم يعني شنو اللي يخليها هالحوسه هذه كلها شنو سببها يعني. مشيت رجعت جبت لها قلت لك الدواء وكذا نعم، وحاولت نرجع مره اخرى للزياره قال تعليمات من رئيس المركز بعدم مقابلته نهائي. وكنت في ذلك الاثناء انا وكلت لمحامي، والمحامي حاول ان هو يقدم طلب لوكيل النيابه ما لقاش شيء، وقالوا ان هو طلع اجازه. وفي ذلك الاثناء الشيخ اتصل بي بعد ما اعطاني رقمه
لان اميرا ينقلوني لمحكمه تجوره، فارجوك لو كان في امكانيه تجيني يعني فورا حق بين وحضر مع جلسه. ما طلعش الكثير من تفاصيلها، ولكن قال لي قد ما طلبت الافراج عنا فورا القاضي رفض، وقال هذا طلب من وكيل النيابه انه هو يتمدد له 20 يوم على ذمه التحقيق. وحسب المحامي قال ان من بعد ما غادر الشيخ من هذاك المكان ما عادش يعني ما عادش سمع بخبر. وحاولنا نتصل بمركز الشرطه في انزار اللي كان فيه باش نزوروه، نفوه انه هو جابوه لانزار مره اخرى. وبعض الاقارب سالوا عليه في تجوره وفي سوق الجمعه. برضه ما فيش اي اخبار عليه يعني صراحه لغايه الان. نعم. طيب بالنسبة للشيخ ظافر، هل تعرض من قبل أي تهديد أو وعيد من قبل أي جهة كانت؟ أبدا أبدا ما أحكيليش يعني، ولكن قالوا لي جهنا آخر خطبة جمعة قبل الإقالة كانت تتكلم عن موافقة وزارة الأوقاف، كانت تتكلم عن نصح الناس بإحداث في النماذج وفي التعامل مع الناس بهذه الطريقة، ولكن ربما يكون الشيخ تحمس زيادة فيقول انه هو في اخبار حماس وتكلم ب تقدر تقول بشيء شخصي منه هو بحماسه. فقالوا له يا شيخ هذه جر مشاكل في ناس ممكن ياخذوها ماخذ بمفهوم خاطئ او باتجاهات اخرى يعني، ولكن كان القدر اسرع من ان هم ينتظروا اي نتائج يعني. كانت خطبة الجمعة وكان هو يوم السبت الليل معتقد. نعم. طيب برأيكم من هي الجهة الخاطفة أو المحتملة لتخطف الشيخ ظافر التايب؟ الحقيقة رغم ما عنديش أدنى فكرة، الحق حتى جيراننا اللي تبعوا أخبارها وبعض الشهود اللي يعني زي اللي لاحظوا هذاك الوقت في الليل الموقف وما كانوش يظنوا أن هذا الشيخ، فظنوا أنه اعتداء على أي شخص آخر، ما قدروش يدخلوا لأن واضح السلاح في إيد المختطفين، ولكن لغايه الان ما فيش اي جهه يقدر حد ينسب لها الشيء هذا حق. نعم. اذا شقيق شيخ المختطف ظفر التايب الشيخ عبد الباسط التايب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. واما الان ينضم الينا شيخ محمد تنانا مدير مؤسسه قمم الاندلس. بدايه شيخ محمد، برايك ما السبب وراء اختطاف الشيخ ظفر التايب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. أولا ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن امتعاضنا الشديد واستنكارنا لحادثة اختطاف علم من أعلام ليبيا وهو محفظ لكتاب الله جل وعلا، له باع طويل في تعليم كتاب الله، خرج العشرات من حفظة كتاب الله، كان له دور بارز في إبراز معالم ليبيا في كتاب الله سبحانه داخل ليبيا وخارجها. ولا يخفى على الكثير أن الشيخ ظافر التايب وفقه الله كان ممن أسس منارات لتعليم كتاب الله سبحانه في أنحاء ليبيا، وكان إبرازا ظاهريا لتعليم كتاب الله على الوجه المحمود، فلم نرى ولم نسمع ولم نشاهد ما يعيبه، وهذا ما ندين الله عز وجل به، ما شهدنا إلا بما علمنا. نعم أخي الكريم. طيب بالنسبة للشيخ ظفر التايب، برأيك ما الذي يتحمل مسؤولية عملية اختطافه؟ والله من المؤسف أن ننسب هذا الأمر إلى أحد من أبناء ليبيا، هذا من المؤسف، ولكن هذا واقع مريض أصبح واقع أبناء ليبيا المحفظين والمشايخ النبلاء والفضلاء والأئمة والخطباء ممن لهم مكانة علمية وخاصة في قلوب الكثيرين من الناس من أبنائهم وزملائهم وإخوانهم، أن يتعرضوا إلى مهانة وإلى مذلة وسط أبنائهم ووسط إخوانهم وبين أحيائهم وبين عشيرتهم، ولا حياة لمن تنادي ولا تجد لهم بواكي. نعم. بل تجد من يبرر هذه الافعال الدنيئه. نسال الله ان يفك اسر الشيخ وان يرده الى اهله غانما سالما معافى.
طيب شيخ محمد، ما تعليقك على خطف النشطاء والعالميين خصوصا أهل القرآن الذي ازدادت هذه الظاهرة في الفترة الآن؟ كما قلت لك أخي الكريم، من المؤسف والله، من المحزن، بل من المبكي أن نتكلم في بلادنا، بلد المليون حافظ، بلد المليون قارئ والمقرئ، الذين يصدرون الأئمة والخطباء والمحفظين إلى شتى بقاع العالم، من المؤسف أن نجد حالهم في هذا الحال، بين اختطاف وبين تعذيب وبين قتل وتهجير ورمي جثثهم في القمامة عزكم الله. ما هكذا يعامل أهل القرآن؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن. وقال صلى الله عليه وقال المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نطالب في هذه في هذا الوقت الثمين على قناتك الموقرة، نطالب كل الجهات المسؤولة والجهات الأمنية ورجال الأعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومشايخنا الفضلاء أن تكون لهم وقفة جادة لإيقاف هذه الأفعال الدنيئة التي لا تزيد إلا انشقاق وفراق بين أبناء هذا البلد الكريم. ونطالب خاطفيه خصوصا أن يراعوا فيه حرمة القرآن وأهله، وأن يراعوا فيه آدميته، فهو رجل له باع طويل في كتاب الله لا يعرفه إلا أهل القرآن. يعرفون هذا الرجل في المحاريب، يعرفون هذا الرجل في المسابقات، يعرفون هذا الرجل في الكتاتيب. خرج أكثر من 40 حافظا لكتاب الله. أو هكذا يعامل أهل القرآن؟ أو هكذا يعامل الأئمة والخطباء؟ نعم. إذن لا ينبغي والله لأهل القرآن أن يعاملوا هذا. نسأل الله أن يفك أسره، أن يرده إلى أهله غانما سالما. نعم شيخ محمد تنانا، مدير مؤسسة قمم الأندلس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا ويستمر اختطاف رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية محمود أبو عميد لأكثر من أسبوعين من قبل مجموعات مجهولة الهوية. هذا وكان عدد من العاملين بالمحاكم والهيئات القضائية قد تظاهروا أمام مجمع المحاكم بطرابلس في وقت سابق احتجاجا على اختطاف أبو عميد، وفي ذات السياق حيث دعا المجلس الأعلى للقضاء الخاطفين بإطلاق سراح أبو عميد فورا ودون قيد أو شرط، محملا الخاطفين المسؤولية كاملة وما يترتب على ذلك من آثار. الجدير بالذكر أن العاصمة طرابلس تشهد مؤخرا عملية اختطاف تقوم بها مجموعات مجهولة طالت العالميين والناشطين والعاملين بمؤسسات المجتمع المدني. هذا وتواصل اختطاف الناشطان جمال زبية وسليم قشوط وثلاثة أشخاص آخرين لما يقارب الأسبوعين، وذلك أثناء تواجدهم بمظاهرة في ميدان الشهداء بطرابلس. شقيق المختطف سليم قشوط قال إن شقيقه اختطف من الميدان، وذكر أنهم تواصلوا مع كل الجهات المختصة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة الاختطاف. ومن جهة أخرى ذكر رئيس لجنة أزمة بنغازي تميم الغرياني أنهم تواصلوا مع مفوض الداخلية بحكومة البعثة حول المختطفين، مشيرا إلى أن المفوض ذكر أنه لا يعرف مكان الاختطاف. قال رئيس لجنة الأزمة ببنغازي الأحد أننا تواصلنا مع مفوض الداخلية بحكومة البعثة الأممية حول المختطفين، وأجابنا أنه لا يعرف مكان اعتقالهم. هناك مختطفين اختطفوا من مدينة بنغازي يوم الجمعة، والمؤسف والمضحك والذي يخجل صراحة عدة جهات خطفت، لكن لم يبقى لنا إلا واحد إلى الآن لم نعرف أين مكانه. تواصلنا مع وزير الداخلية، للأسف والشيء الذي يدني القلب لا يعرف مكان احتقاله، وزير الداخلية مجلس الرئاسي، وزير الداخلية مجلس لا يعرف مكان الاحتقال. وفي بنغازي حيث قال مراسل مركز السارية ذراع الأعلامي لمجلس شورى ثوار المدينة عصام المغرب الثلاثاء لقناة التناصح أن أغلب المحاور بالمدينة تشهد هدوءا حذرا هذه الأيام،
المغربي ذكر أن قوات مجلس شورى الثوار لا زالت تسيطر على كل تمركزاته، وكما ذكر أنه لا صحة للأنباء التي تداولتها القنوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة حول سيطرته على مناطق جديدة. يذكر أن قوات مجلس شورى الثوار بنغازي صدت الأيام الماضية هجوما لقوات مجرم الحرب خليفة حفتر. هذا وتحصلت قناة التناصح على فيديو يظهر فيه سوق الذهب الذي تسيطر عليه قوات مجلس شورى ثوار بنغازي، والذي ما زال مغلقا حتى الآن، والذي يوجد به أيضا سوق العملة. هذا ونشرت إحدى المواقع الإعلامية التابعة لشورى ثوار بنغازي تسجيلا مرئيا يظهر فيه الدمار الهائل الذي طال مباني ومحال تجارية جراء قصف مجرم الحرب حفتر لمنطقة سوق الجريد بمدينة بنغازي. طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الاثنين كل المنظمات الدولية بسرعة التدخل لإنقاذ العائلات العالقة بمدينة بنغازي. المنظمة وفي رسالة أرسلتها إلى منظمة الأمم المتحدة والجنايات الدولية ذكرت فيها أن ما يقارب 130 أسرة يعانون الحصار والقصف الجوي والبحري بجميع أنواع الأسلحة. وكما ذكرت أن ما يفعله المتمرد خليفة حفتر وأعوانه من الدول والكيانات الدولية من جرائم حرب هو على مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة. وكما أضافت المنظمة أننا نشدنا حكومة البعثة الأممية للتدخل لحماية العائلات في بنغازي ولم نجد أي تجاوب من طرفهم ولم يقوموا بأي إجراء حتى الآن. وفي ذات السياق، حيث قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أنه يجب على أطراف الصراع في بنغازي أن يؤمنوا ممرا للعائلات العالقة. كوبلر وعبر تغريدة له على تويتر قال إنه ما تمر به العائلات يعتبر حالة إنسانية ملحة. وكما ذكر أن هناك العديد من العائلات العالقة بمناطق الاشتباك بالمدينة تريد أن تخرج. يذكر أن عدد من العائلات الموجودة بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي طالبت المنظمات الدولية التدخل لفك الحصار المفروض عليهم من قبل قوات مجرم الحرب خليفة حفتر. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفصل. كتيبة علي الأسود بغريان تعلن رفضها التعامل مع حكومة البعثة الأممية وتستنكر الاجتماع مع وزير دفاعها. مدينة غريان انحيازنا كامل لثورة 17 من فبراير. Oh.
وهو هذا المطلوب. يا ناس يا هو، نسيت دمنا حرام، نحن مسلمين مؤمنين، ناس كلها شك يا هو. لا إله إلا الله محمد رسول الله، حسب الله ونعم الوكيل. يا درتي شعبك خذل جملية، دموعك وعيل في دماه تروى، قصفوا الطيارات ناس برية، دون الفتايح غير ويش الدوة، لكن الله يكيدهم بالسية ويفرج علي درنا سريب النوى. جامع بيت الله، ها جامع يا اخواننا، لا اكثر ولا اقل. سؤالي الى متى يا حفتر؟ علبك الدمار عليك كمال جبالي يا سيادة العميد، لاني من تنظيم الدولة ولاني متطرف، لكن والله يا حفتر ويا جنودة راكم تظلموا في دارنا، راكم تظلموا في ليبيين، راكم تظلموا في مارد لو كان ينوض والله ما عاد يرد. حسبي الله ونعم الوكيل. فيه ما الطيارة تطلع وي حيزة تطلع بالتفك ولا بالمكاسي ولا بالمكاسي، اتبرت تبقى في دارنا بس دارنا بس دارنا كالها دارنا فيها رشيالة، والله ما يسابق بإذن الرحمن، بإذن الرحمن ليس يشتلم بك حتطلع تقول أصبنا أهدافنا بدقة. والله سلاح، والله بصير هذا هدفك، هذا هو المخزن. عائلة ردت ريح مأجرة أجار، عائلة تفضل، هذا حوشة لعند أنت يا كمال، لعند أنت يا خليفة حفتر، خليفة بالقاسم حفتر. مع احترامي عفوا سيدي صنديد البطل خليفة حفتر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أهلا بكم من جديد. أعلنت كتيبة علي الأسود وثور مدينة غريان رفضهم الكامل للحكومة المقترحة من قبل البعثة الأممية، مستنكرين اجتماع بعض الأطراف مع وزير دفاعها المفوض. منتسبو الكتيبة وفي بيان لهم أكدوا التزامهم الكامل بمبادئ ثورة 17 فبراير ودعمهم التام لمجلس شورى ثوار بنغازي وسرايا الدفاع عن المدينة وموقفهم مع شورى مجاهدي درنا ضد عدوان مجرم الحرب خليفة حفتر. وأضافت الكتيبة أنها جاهزة للتعامل مع كل من تسول له نفسه المساس بثورة 17 فبراير وثوارها شرفاء حسب وصف البيان. وقوفنا القوي إلى جانب مجلس شورى ثوار بنغازي وسرايا الدفاع عن مدينة بنغازي ومجلس شورى مجاهدي مدينة درنا، كما نعلن رفضنا الكامل لحكومة المدعو فايز السراج التي هي حبر على ورق والمنبثقة عن مسودة الخزي والعار الموقعة في الصخيرات، ونستنكر ما يقوم به بعض من النفوس الضعيفة من اجتماع مع ما يسمى بوزير الدفاع في حكومة الوصايا، وعليه فإننا نؤكد بأننا جاهزون للتعامل بكل ما نملك من قوة وعتاد مع كل من تسول له نفسه المساس بثورة 17 فبراير وثوارها الشرفاء وثوابتها القيمة، ومن يتعرض لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي وسرايا الدفاع عن ثوار مجلس شورى مجاهدي درنا، والله على ما نقول شهيد. حفظ الله ليبيا وحفظ ثوارها الشرفاء. منتسبو كتيبة الشهيد علي الأسود بمدينة غريان، صدر في مدينة غريان بتاريخ 8/8/2016 الموافق 5 ذي القعدة 1437. وأخيرا، حيث طالبت لجنة المصالحة الوطنية باتحاد مجالس الحكماء والشورى بليبيا الأمين العام للأمم المتحدة باستبدال مبعوثها في ليبيا مارتن كوبلر والتحقيق معه بشأن اختراقه لميثاق الأمم المتحدة بتصرفاته التي مست السيادة الوطنية، حسب بيان صادر عنهم الاثنين. الناطق الإعلامي باسم الاتحاد عبد الله الدباني صرح لوكالة أجواء نت أن مطالبتهم باستبدال كوبلر والتحقيق معه جاءت بعد تجاوزه لعمله كمبعوث، وهو تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي لمؤسسات الدولة والتصرف وكأنه حاكم لليبيا.
يذكر أن اتحاد مجالس الحكماء وشورى في ليبيا أنشئ أواخر نوفمبر من عام 2011 بمدينة الزاوية، ويضم 65 من مجالس الشورى والحكماء في عدد من المدن الليبية. أما الآن فنترككم في جولة مع أحوال الطقس. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. طيران مجرم الحرب حفتر يشن غارات على أحياء بمدينة درنة، وشورى المدينة يقول إن قوات مجرم الحرب حفتر حاولت اقتحام المدخلين الغربي والجنوبي بعد قصف متواصل. قوات الثوار تسيطر على مناطق وسط مدينة سرت، والمستشفى الميداني يستقبل 4 شهداء و32 جريحا. استمرار اختطاف الشيخ ظفر التائب من قبل مجموعة مسلحة، وتواصل أخفاء سليم قشوت وجمال زوبية وثلاثة أشخاص آخرين بعد اختطافهم من ميدان الشهداء. وتبعت أيضا كتيبة علي الأسود بغريان تعلن رفضها التعامل مع حكومة البعثة الأممية وتستنكر الاجتماع مع وزير دفاعها. غريان انحيازنا كامل لثورة 17 من فبراير. ختام النشرة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.